أول خطأ جاي يسويه الدولة أنه ما تشمل كافة الرئاسات الثلاثة والمعنيين المستشارين بالرئاسات الثلاثة ضمن سلم الدرجات المعمول به لقانون 22 لسنة 2008. زين. هذا قانون برايمر اللي أهل الرئاسات الثلاثة اللي من دخل برايمر اعطاهم الحق عن طريق وزارة المالية. تقاعد. نعم. إيه نعم هذا هو هذا قرار 22 سنة 2008 يخص كل الموظفين والتعيينات وكل الموازنة الخاصة اللي مشت عليها اللي اتفقت عليه كل الرئاسات الثلاثة وصار بيان قرار رئيس للموازنة الجديدة للعراق لقانون العراق 22 سنة 2008 ومشت عليه وقام يعدلون تعديلات. طيب أبو يوسف أنا اللي أريده منك إنه هذا القانون نعم. هو السبب الرئيسي بأزمة التعيينات أو أزمة نعم هذا القانون اللي أثبت إنه فاشل لأن ما يعطي حق لأي مواطن عراقي بسيط أن يتعين. شلون؟ الرئاسات الثلاثة معدل رواتبهم ما يتناسب مع راتب الموظف البسيط، يعني كل واضح. برلماني وكل رئيس بالدولة يأخذ ما يعادل 50 مليون، بينما إحنا كموظفين في المليون فما دون ويحاربونا محاربة كنا عندنا أهدم إحنا عتالين. نعم هاي وحدة. قبل أوقف لي على الوحدة، انتظرني. نعم. أبو يوسف أنت عرفت أنه بالقانون الجديد صار أكو استقطاع من الدرجات العليا والرئاسات الثلاثة؟ نعم تقريبا 40 والمجلس النواب 20%. أستاذ ما يفيد هذا يضحكم بي على الشعب. أستاذ أعطيك يا معلومة أستاذ، يلا هذا معلومة أستاذ. أنا أول ما أبدي أسوي سيولة نقدية للشعب بما أنه العراق معرض إلى كارثة نفطية وكارثة ما عندنا أموال تغطي البلد. نعم. هاي وحدة. هاي السلم راح يوفر لك مبلغ ما يقارب عن 50% من الرواتب. تدري ايش قد مبلغ البرلمان كله بال400 مليار؟ يعني هذا هدر للمال عام كافي. هم محتاجين فلوس لأن هم عندهم موال وارصدة داخل خارج وخارج. طيب البلد. انت تريد تقول أبو يوسف يعني عضو مجلس النواب ايش قد ممكن يكون راتبه؟ المفروض ياخذ السلم الدرجات يعني المعمول يعني حال الموظف الاعتيادي. لا 3 ملايين موجود استادي. نعم. الدرجه الاولى المعجوله موجوده استادي. الفئه 3 ملايين فما دون موجوده بسلم الدرجات، الدرجات الخاصه والعالم موجوده سلم الدرجات. اذا عمل بسلم الدرجات راح ينزل الراتب الى الادنى وهذا استحقاق عادي. بكل دول العالم جاي ياخذون الراتب بسيط. انت ليش تاخذ مثل راتب الامريكان؟